احشم على عرضك. لو كان ساعدونا حلونا الحدود مسخربين احنا مصر فلسطين ابدا الطيارات نتاعك هنا روح حبت الحج في مصر ولا ما حبت في مصر حبت في لبنان واذا ما حبت في لبنان حبت في سوريا وقول لهم خليونا ندخلوا ما تكلمش على السلاح هذه كلها لعبه حقا حقا باللي احنا رانا مع فلسطين اللي مع فلسطين ما يتكلمش يروح يعمل انت عندك دوله معارض معليش خليه يتكلم معارض بصح انت لا انت عندك دوله وكان تفتحوا لنا ندير لكم ثلاثه مستشفيات ونبعث الاطباء انت لا تاع الجزائر ما تفوش هم يروحوا الناس للسبيطار هما اللي يديوا المقص هما اللي يديوا المخدر الاخر هما اللي يديوا الباسما هما يديوا كذا 10 سنين 10 سنوات 10 اشهر اكثر من 10 سنوات نهار يسوي عاد هي اكمالها ماشي لا اكل ولا شرب ولا لباس ولا كذا ولا كذا ولا كذا انتم ساهم والبارح من قسنطينه قال والله العلي العظيم السكان قسنطينه ما يخرجوش جابوه منا ومنا هذه الاداره تاعك هي اللي جاك تما رؤساء البلديات وشاف دائره والوالي والقطاع العسكري وكذا هما اللي جاوا عمروا في القاعه ويشفقوا عليك احنا ما نعرفوش كيفاش راكم تخدموا تمشوا تكلفوا على الشعب الجزائري يا ما صدقت لك شيخ عبد المجيد عغيرها صدقتي عفضح شي راسك ودي عبد المجيد وتضرب لك كل شيء في الزيرو مشاو الشعارات الفارغه اللي كنتي باغي تخدم بهم المهم ندوزو للقصه ديال اليوم القصه ديال اليوم ركزوا معنا فيها باش نعرفوا كيفاش الكبرانات والشعارات قصه حب لا تنتهي شفنا المساعدات اللي قدمتها الجزائر لدوله لبنان خصوصا وهي في الحمله الانتخابيه بغات تجرب هذه القضيه وبهاد المساعدات في الحمله الانتخابيه ديال رجل الزهره فصيفطوا واحد الوقود للبنان وبداو كيهلوا به الله اكبر العروبه الجروبه الجزائر تقف مع اخوانها الجزائر هي اللي ضوات دوله لبنان هي اللي فاعله هي اللي تشاركه بداو بالشعارات على لبنان على الراس وزير الطاقه اللبناني وليد فياض شاف بان داك الشيء كثير والشعارات الفارغه كثروا بدون اي اضافه وخرج في اكثر من منبر اعلامي كياكد بان المساعدات الجزائريه لن تقدم ولن تؤخر لدوله لبنان بحكم ان داك الوقود غير مناسب لدوله لبنان ما كتخدمش بداك الوقود اللي كيصايبوهما خرج في منبر اعلامي قال لهم وقفوا علينا الشعارات هذا الشيء راه ما خدامش ولا بغينا نردوه خدام لينا خصنا نديروا واحد المبادله ومعادله دخل هذه خرج هذه واحد التماره واحد المجهود كبير وضياع ديال الوقت عاد لا بغينا نستافدوا من هذه المساعدات وحنا الوقت ما عندناش اذا هذيك المساعدات غادي نجيو نحطوها كاحتياطيه حتى نساليو ليها وعاد نشوفوا كيفاش نستافدوا منها اذا حاليا رانتا كانك ما قدمتي حتى شي مساعده فوقف ديك الشعارات الفارغه بركه من التهلال وحبسوا علينا الكلام الفارغ شكون اللي كيقول هذه الهضره وزير الطاقه الوزير اللي مكلف بدوك المساعدات قال لك سكوت حبس طرق عليا وبطبيعه الحال هذا ما كيخدمش المصلحه ديال الحمله الانتخابيه ديال عبد المجيد بحكم انهم باغين يهلوا باغين يتاجروا بهذه المساعدات ملي وقفهم القضيه حماضت خصوصا وان دوك الفيديوهات نشرناها ووصلوا البوصبع الزرق وبان داك التهلال ديالكم مشى في الخاوي ولكنك مع الجزائر ارتاح افتاح صيفطنا مساعدات وما نهلوش بها واش تمريض تحمق وشنو داروا هاد المساخيط هادو اجمع ليا راسك ارى ليا خويا شي تقنيين من تما اجمع ليا الكاميرا اجمع ليا الميكرو ها هما مجموعه ناضيين فين غنمشيو اديماري الطياره ودخلي شنو هو لبنان واش غنمشيو نديرو في لبنان شكون هذا اللي كان كيهضر هذا اللي قال لك حنا المساعدات ما خدامينش لينا وهذا الشيء كيفاش شكون اللي هذا اللي قالها وزير الطاقه وليد فياض اسير العدو وزيري السفاره الجزائريه تما غادا دير لكم لقاء تلفزيوني وصوروا معاه وقولوا شكون الجزائر كيف يعقل حنايا نصيفطوك المساعدات وقلنا ما خداماش شكون الجزائر وهضر مزيان على الجزائر ومشاو على السيد تال تما فايقوه من العاس السيد نهار كامل هو خدام يلا حاج جنابو توقفوا عليه السلام عليكم وعليكم السلام كيفاش ابو المساعدات الجزائريه واش بغيت يقول لك هو وصلوا الميساج بانه خصو يشكر الجزائر ويقول كلام مسكين قال العكس ديال داك الكلام اللي كان قالو في اللقاءات التلفزيونيه الاولى بدا كيشكر في الجزائر وباغي على الشعارات واسيدي والله يبارك في الجزائر والاخ ديالنا الاكبر الجزائر وساعدنا وقدمنا مساعدات ونتمنوا دائما يقدمنا المساعدات والجزائر دائما وقفه رجل واحد يا ودي بعدو من السيد خليه يمشي يرتاح وهادشي نحطوه بالدليل اشنو كان كيقول في الاول بان هاد المساعدات ديال الجزائر لن تقدم ولن تؤخر شيء بحكم ان داك الوقود مختلف على داكشي يخدموا به وملي وقفش عليه القناه الجزائريه مسكين شاف الفوق شاف التحت بدا كيهلل وصافي واش غايقول والناس هز الكاميرا والميكرو وهز الخيوط والمسائل وشاد الطياره وجيت لبنان كيفاش قلتي لنا الهضره هكذا داكشي ما خدام لكم شو اشكرنا الجزائر سيدي لا قلت لك مساخيط الغادي هادشي يدير شعارات كيطيروا به يا وحطوا اللقاء تلفزيوني الله اكبر وزير الطاقه اللبناني وليد يا اشكروا الجزائر ويهللوا بالجزائر ويهللوا الجزائر وهادو غنقدوا عليهم حنا في الشعارات والله لا قدينا عليكم في الشعارات كطيروا دابا ركزوا ليا نسمعوا شنو قال على المساعدات الجزائريه بانهم ما خدامينش لبنان اسمع الكهرباء اي متى راح تبلش الناس تحسها في كهرباء الفيول اللي جاي من الجزائر في العراق وفي السبوت كارغو
اليوم عندنا 200 ميجا وات على الشبكه غير اللي طاني من ورا ديزل المنشات. اذا عازوا اكثر نحن جاهزين، وانا اعطيت موافقات اللازمه لحتى يزيدوا اذا احتاجوا اكثر. ولكن السحنه سبوت كارغو اخر معلوماتي من امبارح انه مفروض توصل ب 25 الشهر، يعني قبل 27 الشهر بتكون عم بتغذي الشبكه لحد 600 ميجا وات، يعني حوالي الاربع لست ساعات تغذيه اللي هي الاستقرار اللي كنا عنا اياه قبل. هلا العراقي حدد لنا ليكن اللي هو تاريخ تحميل الباخره هنيك بالعراق اللي هو 26 او 25 اب كمان، بس بعدين بدها تيجي البواخر الغاز اويل 60,000 طن بيوصلوا على لبنان مفروض باول اسبوع من ايلول. فبالتالي بيكون عنا استمرارية بالتغذية. الهبة الجزائرية هي من نوع الفيول الجزائري، جيدة نوعيته ولكن ما هو اللي بيناسب لكهرباء لبنان أو للفيول الجريد بي تبع اللي بيشغلوا الام اي بي. فبالتالي طلبت منا كهرباء لبنان نسعى لأنه نوصل لها غاز أويل اللي بدنا نعمله عبر المبادلة لهذه الهبة المرحب بها. متى اللبناني بيرجع يشوف كهرباء؟ هلأ بيقرب فرصة، هلأ بيقرب فرصة إن شاء الله. وانا يعني مفروض طلبوا فتح خطاب الاعتماد لترسيد السبوت كارغو، مفروض سبوت كارغو ب 24 شهر بيخلص تحميله من مصر وبيجي لهون، هون ب 26 شهر بيكون في الوقت كافي يومين لفحص، لانه بنفحص وبيفيريتاس نحن، فبالتالي بيكون بيطلع الفحص وب 26 يعني اول اسبوع الجاي بتزيد الكهرباء مفروض لحد 600 ميجا وات. هيدا يعني قد ايش؟ كم ساعة تقريبا؟ يعني حوالي بنرجع للاستقرار النسبي اللي هو 6 ساعات. هيدا منه طموحنا، انتبه، هيدا مش طموحنا. والفيول الجزائري اللي بالطريق، الفيول الجزائري بعدنا عم نحكي نحن وياهم بالنسبة للكميات وبالنسبة للنوعية، لأنه الفيول اللي بينتج بالجزائر لا يصلح لاستعماله بالمكانات عندنا بالمعامل، خاصة الأربعة المهمين اللي عندنا اياهم. فبالتالي اذا بده يكون فيول مختلف عن المواصفات اللي احنا بدنا اياها بده يخضع للمبادله مثل ما بنعمل الفيول العراقي. فهلا عم نحدد يعني الفيول الجزائري رح ياخر الازمه او نو الفيول الجزائري ما رح يغير بال رح يزيد بتنوع مصادر الطاقه في لبنان، خاصه اذا كان مستدام اكثر، وبنفس الوقت رح يعطيك مجال انك تزيد التغذيه. المساعدات الجزائريه لن تغير شيئا في لبنان، هالشيء جاء على لسان وزير الطاقه وليد فياض. من بعد هالشيء هذا وهذا الكلام اللي قالوا واللي ما عجبش بطبيعه الحال اصحاب الشعارات الفارغه، قلت لك ديما راه الطياره هاودو عندو جل تما، كيفاش تخلي المساعدات الجزائريه؟ يا تشكرنا الجزائر ازيدي، نسمعوا شنو قال. من بعد ما حشموا السيد واحرجوه وجاو عندو حتى المنزل كيسجلوا معاه، في غاده انا مساخط وليدي. السلام عليكم، يحضر معنا السيد وليد فياض وزير الطاقه والمياه لجمهوريه لبنان. سيدي الفاضل السلام عليكم. اهلا فيك ومشاهديك. أهلا فيكم مشاهديك وأهلا بكم في لبنان وطنكم الثاني. سيدي اليوم جمهورية لبنان تعيش أزمة طاقوية كبيرة، يعني يمكن هل يمكنك إعطائنا تفاصيل حول هذه الأزمة الطاقوية التي يعيشها لبنان مؤخرا؟ نحن منذ أن يعني كانت الأزمة المالية في لبنان والاقتصادية يعاني لبنان من ضيقة مالية، خاصة تحرم إمكانية الدولة من الإيفاء بوضع منظومة طاقوية متكاملة، ونحن عملنا الإصلاحات الضرورية لحتى تصير هذه المنظومة الطاقوية تزيد مع الوقت، ولكننا نسعى بنفس الوقت أنه يكون عندنا تعددية في مصادر الطاقة. في هذه الفترة بحسب خطة الطوارئ للنهوض بقطاع الكهرباء عايزين نطلع لحد 1200 ميجاوات، فبالتالي نحن عندنا ثغرة في المدى المنظور حوالي 600 ميجاوات، و أيضا عندنا ثغرة أخرى اللي هي ضرورة تعدد المصادر، لأنه تعدد المصادر يسمح بالحماية ضد مخاطر لا سمح الله، أنه إذا تعوق مصدر أو أخذ وقتا أكثر مما لازم بيكون في المصدر الآخر يحل محله ولا نقع بالظلمة الشاملة. فبالتالي اليوم بزيارتكم الكريمة وأيضا وصول الشحنة من دولة الجزائر، شحنة 30 ألف طن التي قدمها لنا فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، وهذا يعني دليل
آخر يأتي ليضاف إلى رصيد الدعم الجزائري اللي بدي أقول أنا هو لا محدود الذي يقدمه الجزائر إن كان قيادة بقيادة رئيس عبد المجيد تبون أو شعبا من الناس الذي مثلكم أخي وكل المشاهدين نحن نعرف أنهم يقفون مع لبنان في هذه الضيقة الاقتصادية وإنما أيضا على المستوى السياسي في كل مع كل الأطياف في لبنان. يمكن القول أن من خلال كلامكم هذا أن الهيبة التضامنية المقدمة من طرف الدولة الجزائرية قبل سيادة رئيس الجمهورية جاءت في وقتها. أكيد جاءت في وقتها، الهبة جاءت في وقتها، والعلاقة وتمتين العلاقة مع الجزائر كمان مرة بقول قيادة وشعبا هو ضرورة للبنان. نحن بنعتبر الجزائر مثل الأخ الكبير للبنان، فكيف بالمواقف التقدمية التي يقوم بها يوما بعد يوم فخامة الرئيس التبون؟ اليوم المخزون الطاقوي لجمهورية لبنان، كيف تقيمون المخزون وكيف هي آفاق حل الأزمة الكهربائية في دولة لبنان؟ مثل ما قلت لك نحن اليوم في لبنان الحلول اللي عنا إياها تؤمن حوالي 600 ميجاوات من الطاقة، أي ما يعادل حوالي 6 ساعات تغذية فقط على الشبكة. نريد أن نزيد هذا الحد لنصل بمرحلة أولى لل 1200 ميجاوات، وهي إضافة 600 ميجاوات، وهذا شيء يتطلب حوالي 60,000 طن من الغاز أويل أو الفيول الذي نحن بحاجة له على المستوى الشهري. فبالتالي نعمل على تطوير المصادر الطاقة في هذا الاتجاه لتأمين هذه الاستدامة في زيادة التغذية، وإن شاء الله بتكون مثلا الجزائر كعماد من الأعمدة التي ممكن الاتكال عليها عبر علاقة تشاركية لمصلحة الجميع في المستقبل القريب. وليد فياض وزير الطاقة والمياه لجمهورية لبنان كان معنا عبر قنوات التلفزيون الجزائري. والله الا بقى في هذا المرعوق هذا مسكين، كاع جميع الكلمات اللي عنده ديال الثناء والشكر جبدهم في هذا الفيديو. وشفتوا شنو قالوا داك الجزائري؟ قالوا المساعده ديالنا جات في الوقت ديالها. قالوا ايه جات في الوقت ديالها وشنو يقول؟ وحنا شفنا في البرامج السابقه قالك لا راه ما خدامش لينا ولن يغير شيئا، ولكن انت جاي شاد الطياره وجاي عندي حتى لهنا وكتصور معايا، طبيعه الحال ما غاديش نحرجك ونقول لك راه ما خدامش لينا، خصوصا وانكم كتقولوا له شكر الجزائر وما حد لين ما شكر في الجزائر. واش غادي يدير؟ داير لكم خاطركم وصافي، شاد لكم بالخاطر ديالو. باغي نعرف الشعارات هاك وسيدي هاد الفيديو هذا، راه ما ديروا الشعارات مع راسكم، لان السيد قال بان داك الشيء ما خدامش لهم ولن يغير شيء في لبنان. ولكن ملي جيتي عنده صورتي معاه راه قالك اسيدي ايه جا في الوقت ديالو وشكرا وهذه وفخامة الرئيس والله يرضي عليه، مالو مسكين عنده انتخابات الله يسهل عليه، خدام وعاجبنا وراه تهلا فينا والله يسهل عليه. راه قلت لكم ما نقدوش عليكم في الشعارات، ما نقدوش عليكم في هادشي ديال المواقع. راه باش تسمع وزير الطاقة قال واحد الكلمة وما تعجبكش لأنها ما خداماش ليك، وتشد الطيارة وتهود عنده حتى لتما وتصور معاه، راه خصك تكون جزائري كرغولي يموت على الشعارات. وهذه كنظن ما دارتش في حتى شي دولة، شي دولة ساعدت شي دولة ومشات عندها كتقول لها شكريني. يا على شكريني؟ شاد الطيارة هو داك السيد ومحبس لي الخدمة ديالو وتعالى شكرنا، قول كلام طيب على الجزائر وشكر الجزائر ودير الجزائر. والله يتهاليكم يا أصحاب الشعارات هادشي اللي غنقول لكم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، ما تنساوش لايك، خلونا الرأي ديالكم في التعليقات.